جيهان ما قلتي يا هنا. اللقاء الآن مع أسماء أزري ولا الأخصائية في الحمية والتغذية والحديث عن أقنية. صباح الخير أسماء. صباح النور هنا. أهلا وسهلا بك دائما وشكرا على كل المعلومات. مرحبا مرحبا. إذن أقنية أو الأرنب، ماذا تقولين عن هذا الحيوان؟ الأقنية ولا الأرنب هو من أيضا من اللحوم اللي مهمة واللي جيدة الصحة، ولكن ما عليهاش واحد الإقبال اللي هو كبير، وهي ما كتدخلش صميم العادات الغذائية المغربية. ولكن اللي لازم أننا نفرقه من جوج ديال الأنواع، كاين الأرنب اللي هو الأرنب البري تلقاو في الغابات والأحراش، وتلقاو الأرنب ديال الأرنب اللي بغينا نقولوا الرومي. الرومي نعم، الأرنب الرومي اللي كيتم التربية ديالو في الأماكن يعني في في الحضائر. فالفرق بيناتهم هو أن الأرنب الرومي تعود كيكون فيه أضعاف ديال الكمية ديال الدهون اللي كتلقاها في الأرنب البري، وكتلقى فيه ايضا واحد النسبه ديال الكوليسترول، وكتلقى يعني التركيبه ديالو كتكون نوعا ما مغايره على التركيبه ديال الارنب البري، وهذا طبيعي لان الارنب البري بحال الدجاج الرومي فعلا. فيمكن لينا نقارنوا اللحم ديال الدجاج الرومي بالدجاج بالارانب بقنيه، لانه عنده هناك واحد التشابه بيناتهم. نعم. لا من ناحية اللون ولا من ناحية الشكل، غير كيبقى اللحم ديال الأرنب أكثر سهولة في الهضم من غيره، كيبقى المذاق ديالو يعني لا بأس به، يعني كمذاق كيكون أقل من المذاق ديالو، يعني مذاق الدجاج كيكون أفضل من مذاقه. وكيبقى بالنسبة لبعض الناس ما كيتخيلوش راسهم غادي ياكلوا هذاك الأرنب، لأنهم كيفكرهم يمكن بعض الحيوانات الأخرى. هذا هو العائق الأساسي اللي ما تخليش واحد الشريعة واسعة من الناس أنهم ياكلوه، الشكل دياله. ولكن كفيتامينات وكقيمة غذائية فهو مصدر مهم للأحماض الأمينية الأساسية، فهو كيحتوي على تمنية ديال الأحماض الأساسية الأمينية الأساسية اللي متقدرش الجسم أنه يعني ينتجها، كيحتوي على فيتامينات وعلى زنك وعلى الحديد. فالأرنب البري مثلا كمية الحديد عنده في الجسم دياله أكثر من كمية الحديد اللي كتلقاها في الأرنب اللي هو رومي. كذلك يعني استهلاك الأرنب الرومي البلدي أو البري أحسن من نعم هو كيكون أحسن، فقط ما كنلقاوهش كثير. يعني الأرنب البري من الصعب أنك تلقى يعني تلقاه متواجد غير إلا كنتي دايز في شي طريق وكيبيعوه وهذا. الأرنب الرومي كيعطي حتى كمية ديال اللحم أكثر من من الأرنب اللي هو بري، وحتى كمسألة يعني الإنسان أنه الثمن، يعني الأرنب الرومي تيكون أكثر الثمن ديالو في المتناول ديال الجميع، ولكن بصفة عامة يعني الخطوط العريضة أن سواء الأرنب الرومي ولا البلدي كيتشاركوا في أنهم من اللحوم الأساسية، يعني من مصادر اللحوم البروتينات والأحماض الأمينية الأساسية، وأنها كتحتوي على مركب الفيتامين بي اللي هو مهم جدا، وكتحتوي على زنك وعلى بوتاسيوم، ويمكن هذا اللحم ديال الأرنب مهم للناس اللي عندهم لاتنسيون كتطلع لهم، لأن كتكون كمية الصوديوم فيها منخفضة وكميات البوتاسيوم تتكون فيه أحسن. لهذا فهو كنصحوا به الناس اللي عندهم لاتونسيون، ولكن بما يزيدوا الملحة، يعني واحد النوعية ديال الغداء اللي كتكون مناسبة لواحد الشخص معين، ملي كنزيدوا ليها مثلا الملحة ولا كنزيدوا بعد لي زانغغيديون اللي تيكونوا مضرين، راه كنفقدوا ديك الخاصية اللي عندها، ديك الفائدة، وكنفقدوا ديك الخاصية. نعم، تكلمتي بأن فيها نسبة من الكوليسترول، هادشي كيعني بأنه مرضى السكري والكوليسترول ممنوعة عليهم؟
لا ماشي لهذا الدرجة، يعني نسبة الكوليسترول اللي تيكون فيها نسبة، ولكن ما كتعداش هذاك النسبة اللي هي مثلا يقدر أي مسموح إنسان بها. مسموح بها. بالنسبة لمرضى السكري ولا يعني ولا ارتفاع مرضى ديال الكوليسترول. الكوليسترول، نعم يمكن لهم يتناولوها باعتدال بدون إضافة يعني بزاف ديال ما يكونش فيها الزيت. وبالنسبة لمرضى السكري أصلا هي من اللحوم اللي ما فيهمش السكر، أصلا اللحوم كاملين ما كيكونش فيهم السكر، ما كيطلعوش السكر في الدم. وبالضبط يعني قنية. بالضبط، نعم بالضبط قنية. هاد الشهيوة ديال القنية لما كنطيبوها كنطيبو قنية كاملة، يعني مثلا يمكن الدجاج كنطيبو طريف ولا ما كنديروش الدجاجة كاملة، فكيكون الكمية اللي كناكلو كتكون قليلة، اما بالنسبة للقنية كنطيبوها كاملة، فبالتالي يمكن تكون الكمية اللي غنتناولو في وجبة واحدة تكون كثيرة. هادشي عنده تأثير؟ لا ابدا، واخا الانسان ياخذ قنيه كامله ماشي، ما كاينش هناك مشكل، لان حتى كميه اللحم اللي كتعطيها ما كتكونش كبيره بزاف، يعني ما كاينش هناك مشكل. الأطفال الصغار. نعم كنتعطي الاطفال الصغار، الكبار السن، غير الا بغى مثلا الاطفال الصغار ولا دوك الناس اللي عندهم مشكل مع الشكل ديالها الشكل يمكن كيدي من كيجي تقطع الناس كيقول لك راه كتجيني بحال شي قطة. فعلا، يمكن لهم يبدعوا في طريقة التقديم ديالها. ما تبقى ف صحيحة. نعم ما تبقى صحيحة من الأفضل، وكاين اللي كيعجبو غير الراس، كاين اللي تياكل فيها غير الراس. ف فهاد اللحم ديال القنية هو كيتعتبر من اللحوم البيضاء، وكيف ما قلنا ما كيحتوي كديرش على، حساسيات؟ كاين الناس اللي لا ممكن ما عمرهم ما كلاوها، الا فكروا انهم شي يقتنيوها ما كديرش حساسية. لا لا، ما ماشي من اللحوم اللي ممكن دير حساسية ولا اللي معروفة، ولكن هذا ما كيمنعش. هناك حالات، كل إنسان حالة خاصة، هناك حالات اللي يمكن يعني تسبب الجسم ديالو يعطي حساسية رد فعل. نعم فعلا. فكما قلنا ان تهي يعني القنيه من الاغذيه اللي غنيه بالبروتينات. الناس اللي عندهم ان دي نوتريسيون ولا الناس اللي عندهم سوء التغذيه ولا كانوا تهما في مروا بمراحل صعبه يعني في الصحه ديالهم ممكن يبداو ياخذوها. فكميه ديال البروتينات فيها كتتجاوز واحد 26% ويحاولوا حتى 30%. التنويع كيف قلنا نعم هذا الاسبوع، التنويع، نحاول ننوعوا في اللحوم. يوم غد ان شاء الله غنتكلموا على نوع اخر من اللحوم اللي يمكن يكون رائج نسبيا وكثر الجدل عليه، وخاصه في العيد الكبير، وهو لحم الجمل. كيكثر عليه الغط في العيد الكبير لانه كيقولوا ان الناس ديال السكر مزيان لهم لحم الجمل. غدا نصححوا ان شاء الله كل المفاهيم حول هذا اللحم، لحم الجمل. شكرا جزيلا اسماء زريول، الاخصائيه في الحميه والتغذيه. الى اللقاء.